76 وبعدين ابراهيم الهجراسي احرز الهدف الثاني لغزة دمياط، هدف التعادل، وهو عامل الهدف الاول، هو اخترق من ناحيه اليمين وحطها بالعرض، برضو كان رائع في المباراه. فريق غزل الدمياط بيمثله لحراسه المرمى محمد عبد الوهاب وادي دجله كابتن حماده صدقي، وقياده فنيه لغزل الدمياط كابتن ابراهيم حسن. ونتابع مع حضراتكم بكر، ممكن المباراه يعني تقفل اللي فاتت محطوطة أرضية قوية مباشرة محولها عكسية المرغني مصر 2015، اتلعبت على طول ترجع في نص الملعب، محمد السيد على الأرض، البينية الخطيرة معدية يلم الكرة وتسديدة، ضغط عليه بيضغطوا كويس جدا، عبد الحي ناصر رقم 7 خطف الكرة، وادي ترجع داخل، وادي بالسرعة هنشوف حكم اللقاء مد ايه للتاحة، اعتقد فيها انذار، يعني لو حسبها فاول للاعب غزل دمياط هيكون فيها انذار على طول للتاحة، ان اللاعب كان رايح وممكن تقول فرصة واعدة بلغة الكرة كده وانفراد، لكن حكم اللقاء هنشوف مد فيها ايه. ابراهيم نور الدين ادي اهي، لو حسبتها فاول يبقى فيها انذار على طول، لكن يعني مفيهاش تعمد من تحت على حدود منطقة الجزاء لتامر، لتامر محب اللي نازل يستلم، والله ده المرغني اتخطف اتقطعت، تلك للخلف بتفقد الخطورة، يرجع للخلف تفقد خطورة، لكن اسلام عادل بيزيد خطفها منه حلوة عبد الحي ناصر، هنا الهجمة المرتدة محتاجة سرعات من لاعبي غزل دمياط، ثلاث لأحمد سليمان رقم 12 يحطها حلوة لهشام رشدي، الطولية الأمامية ما فيهاش تسلل المرة دي، عدى وراح عدى وراح، وادي عمل العرضية خطيرة خطيرة، مش ممكن مش ممكن، بتعمل ايه حاسبها ايه، ضربة جزاء حب في الكرة اللي فاتت، شوف ما فيهاش تسلل تماما، عدى وراح حلوة حلوة، عبد الحي ناصر عملها بالتنشين، وادي لمسة لمست ايده لمست، كل انذار زي حكم اللقاء ابراهيم نور الدين ما يدى ادي حسام عرفات، وادي الانطلاقات اتخطفت اتقطعت، هنا المرتدات لغزل دمياط لعبها بوش رجله الاهلي مع طهطة الساعة 5:30، لكن العبد منهور والواسطة هيلعبوا الساعة 2، وهتقام مباراتين في الساعة 2:30، المصري مع الاتحاد السكندري في استاد الاسماعيلي استاد الاسماعيلية، والنصر مع المعادي واليخت في استاد بطرسبورت، عند اللاعب احمد حباطة حط الكرة على الارض اتلمت خطفها حطها مهارات، وطبعا طبعا لاعبي وادي دجلة الاكثر خبرات ومهارات، واتلعبت على طول في نص الملعب، غزل دمياط 1 وادي دجله 2، دول 32 لكاس مصر متفاهمين، يعني فرقه عامل فرقه كويسه، كابتن ابراهيم حسن المدير الفني لغزل دمياط، اتلعبت على طول، ادي هشام رشدي، هشام رشدي حطها حلوه، بقول لكم متفاهمين، هو جون جوه الجون جوه الجون، متفاهمين متناغمين، الهدف الثاني لغزل دمياط، 2 غزل دمياط 2 وادي دجله، وهدف ولا اروع، حلوه حلوه، لكن المعلم هشام رشدي كابتن الفريق استنى وسند الكره، حطها له جاي من المنطقه الخلفيه، هنشوف في الكره اللي فاتت اهي سند وقف على الكره وحطها له حلوه ولا اروع، شوف بخبره السنين سندها سندها وراح على طول ويسجل هدف ولا اروع، هدف ولا اروع، هو اللاعب رقم 7 عبد الحي ناصر الهداف، والله ده رقم 5، رقم 5 ابراهيم الهجراسي، ابراهيم الهجراسي الهدف الثاني لفريق غزل دمياط، ابراهيم الهجراسي في الدقيقه 25 من الشوط الثاني، يا سلام على متعه مباريات الكاس، في نص الملعب حطها محمد السيد، محمد السيد ثاني رقم 5 على التنفيذ، ابراهيم الهجراسي، ابراهيم الهجراسي رقم 5 صاحب الهدف الثاني، هدف الثاني لفريق غزل دمياط، ابراهيم الهجراسي لاعب خط الوسط المهاجم، الهجراسي يا ولد حلوه حلوه حلوه، مركونه بعقل، حط حارس المرمى في زاويه والكره في زاويه، ابراهيم الهجراسي الهدف السابع او التسديده السابعه يحطها حلوه، حارس المرمى يروح في زاويه والكره في زاويه لغزل دمياط، متقدم غزل دمياط، هنشوف ضربه الجزاء الثانيه لوادي دجله جايه في نص الجون، بس حارس المرمى رايح لكن حطها ببطن رجله حلوه، ابراهيم الهجراسي ملعب
استلام على طول من سايكو بيلعب الاماميه حلو مفيش فيها تسلل. جون جون بيلعب واحده هشام رشدي والهدف الثاني. عاوز والله يعلن عن نفسه في هذا اللقاء. ترجع الكرة مرة تانية العرضية حلوة السلام وهيسدد تسديدة حلوة. الله عليك يا ابني والله بتتعاطف العارضة مع الكرة اللي فاتت والله ومرة تانية وعلى طول الهدف الثالث. الله 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 وعملها الغزل والله واحرز الثلاثية اعزائي المشاهدين والله 3-0 اعزائي المشاهدين والله من هدف رائع والله بيعلن عن نفسه في هذا اللقاء والله ويحط الهدف الثالث وهدف الاطمئنان والله لفريق غزل دمياط والله بيعلن ضربة مرمى اتلعبت واحدة كده عالية في منتصف الملعب. ريري بيلعب الكورة عند محمود رامبو، رامبو بيلعب الأمامية عند ريري لكن على طول والله بطلع كده هلال عادل توصل الكورة مرة تانية لمحمود سمير مرة تانية توصل الكورة عند بيبو، بيبو بسدد لكن على طول تمر توصل الكورة مرة تانية لأحمد حبطه بيلعب الاماميه مضغوط عليه مره ثانيه توصل عبد الوهاب حارس مرمى مميز والله طالع من اعلى نقطه وماسك كورته في الوقت المحتسب بدل ضيع بيعمل عرضيه مقطوعه مره ثانيه في وسط الملعب انطلاقه على طول بيلعب انطلاقه من وسط الملعب من رامبو توصل لاسامه على شماله لبيبو بيلم كورته بتطول الكوره والله ولسه في الملعب بيلعب عند هشام رشدي من اللاعب ماهر عوض بوش رجله مفيش فرق الكرة عند سايكو سايكو السلام يا ولد لعيب بيلم كورته ولعب واحدة عالية مقطوعة مرة تانية ترجع الكرة للهجرسي مضغوط عليه مرة تانية استلام في وسط الملعب محمد رامبو محمود رامبو توصل الكورة ناحية اليمين على طول لابراهيم الهجرسي لحباطة ناحية الشمال بيرجع مرة تانية الكورة عند ماهر عوض استلام والله مرة تانية يا ولد يا لعيب انطلاقة كده هيعمل مشوار لكن على طول والله لسه في الملعب تطول الكورة استلام ضغط من فريق فاوز في اللحظات الماضية توصل الكرة امامية عند اسامة عبد الحميد هجمة مرتدة وبيلعب واحدة امامية انطلاقة مرة تانية لابراهيم يحيى مقطوعة مرة تانية بهجمة مرتدة الامامية انطلاقة على طول واحدة كده توصل الملعب للخميسي الخميسي بيلعب بينية مفيش فيها تسلل وجون 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 واحمد محسن جوه جون الله عليك يا ابني احمد محسن بيحط الرباعية اعزائي المشاهدين وفي هذه اللحظات بيضيف احمد محسن الهدف الرابع لفريق غزل دمياط توصل الكرة مرة تانية لمحمد عبد الله مقطوعة بهجمة مرتدة على طول والله بيتقن كده توصل الكرة مرة تانية ليه على طول الهجرسي ابراهيم الهجرسي واقف على كرة ابراهيم على طول والله بيعدي الهجرسي وبيلعب واحدة في وسط هيعمل العرضية لسه واقف كده مرة تانية لابراهيم الهجرسي الابراهيم بيسدد ولسه والله تسديدة حلوة توصل الكرة مرة تانية للهجرسي ابراهيم الهجرسي الهجرسي بيلعب الامامية
مرة تانية واحدة كده ناحية اليمين ابراهيم الاجراس هيعمل عرضية. استلام يا ولد يا لعيب لابراهيم الاجراسي بيلم كورته كده وبيعدي من واحد والتاني وفش مره ثانيه على طول بيلعب واحده اماميه على طول انطلاقه من ناحيه اليمين على طول مع الكوره هيعمل العرضيه وعبد انطلاقه والله ومشوار كده من محمد مجدي ليه عبد الحي وعلى طول والله رجوله من الاجراسي والله قريب من كل كوره وقراراته صعبه والله طاقم التحكيم النهارده من منطقه بورسعيد غزل دمياط كابتن ابراهيم حسن الكابتن اياد عبد الرحمن مدرب عام كابتن محب الدين الفولي مدرب مساعد الكابتن حسن الكيلاني